احلى متابعين. اليوم جبت لكم طريقه حلى، ان شاء الله يا رب يعجبكم، والمقادير والطريقه بالتفصيل راح اتركها لكم اسفل الفيديو وتابعوها. والحين ندخل في الوصفه الاولى. في الطريقه الاولى ناخذ نصف كوب حليب بودره، نحمصه على النار لمده 5 دقائق. على جنب ناخذ في الخلاط 3 حبات بيض، كيس فانيليا، 3 كوب سكر ناعم، نصف كوب زيت، علبة قشطة، الحليب المحموص نضيفه للخليط، ملعقة صغيرة بيكنج باودر نحطها في الآخر، ندهن الصينية بشوية زيت ولا زبدة، نصب نصف الخليط بالصينية. بعدين نحط فوقه بسكويت الشاهي، يغطي البسكويت ببقية الخليط، وندخله الفرن. بعدين ناخذ 8 حبات جبن كاري مع علبة كبيرة حليب مكثف، ربع خليط الجبن ناخذه على جنب ونضع معها ملعقة كبيرة نوتيلا، نصب بقية الخليط على الكيكة، الخليط الأبيض، بعدين ناخذ النوتيلا نحطها في كيس ونثقبه من تحت ثقبة صغيرة، ونعمل به تخطيط على وجه الكيكة من فوق مثل ما تشوفون. وهذا شكل الكيكة في الآخر، شكلها جد رائع. وهذه وصفتنا الثانية، يا رب تعجبكم. كتبت لكم المقادير كلها والطريقة على الفيديو، إن شاء الله تفهموها. وإذا ما فهمتوا شيء راح أحط لكم كل شيء في صندوق الوصف، الطريقة والمقادير كلها. ولا تنسوني في اللايك ومشاركة الفيديو لكل أصحابكم وحبايبكم، ومشاهدة طيبة.